أرجو أن تركزوا معي، فهذه القصة قصة حب حقيقية عانيت فيها كثيرا. دامت تقريبا مدة سنة مع امرأة تزوجتها زواج عرفي، وأحببنا بعضنا حبا كثيرا، وكنت أتمنى أن أستمر معها، لكن المشكلة هو أننا لم نكن نتفاهم، كنا نتشاجر ونتعارك، يعني ليس هناك عراك لكن هناك شجار. أنا شخص عصبي وهي شخص يعني إنسانة قليلة الصبر، فما استطعنا أن نتغلب على تلك المشاكل. قرر كل واحد منا أن يفترق عن الآخر. ف لا يمكنني في هذا الفيديو أن أعطيكم جميع التفاصيل وكل شيء، الأمر يحتاج فيديوهات كثيرة. أنا في الحقيقة أنتظر تعليقاتكم، أنتظر منكم نصائح، لأني ما زلت أحبها، فلا تبخلوا علي بنصائح، سواء في التعليق على الفيديو أو إرسال رسالة لي في الواتساب. وجدت تجاوبا وتفاعلا، فسأحكي لكم جميع التفاصيل حتى سأكون يعني نزيه، وسأذكر عيوبي أولا قبل أن أذكر عيوب شركتي.